شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في القبقة السنوية لأبناء ومنتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الدور الكبير الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واهتمام جلالته الأبوي بأبنائه الأيتام في مملكتنا الغالية وحرص جلالته على توفير كافة أشكال الرعاية التي تمكنهم من النشء وسط حياة آمنة ومستقرة تكفل لهم حقوقهم. وأكد سموه إن ما تشهده المؤسسة من تطور في مشاريعها يعود بعد توفيق الله عز وجل إلى ما يتنعم به منتسبوها من اهتمام ورعاية ودعم من قبل جلالة الملك المعظم، مؤكدا سموه بأن جلالته يعتبر أكبر الداعمين للعمل الإنساني في جميع المجالات، مثمنا سموه ما تحظى به المؤسسة من دعم كريم من قبل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما وجه سموه رسالة دعم وتشجيع إلى أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية متمنيا بأن يتقبل الله طاعتهم في هذا الشهر الكريم، وحث سموه الطلاب مواصلة الجد والاجتهاد في تحصيل العلم والمثابرة لتحقيق طموحهم وما يسعون له ليكونوا أبناء بررة مخلصين يعملون تحت راية مليكهم في ظل حكومته الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. من جانبه تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على رعايته الكريمة واهتمام سموه الكبير وحرصه على الالتقاء بأبناء المؤسسة ومتابعة عملها بشكل شخصي ومباشر، مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات والشركات الداعمة للمؤسسة ومساهمتهم في العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة داخل وخارج البحرين. We'll be right back.